بنينا بري خلاص لنسو ديبلايمون في زون سبتمترونال 16 بروفانس الفضلو ده بدينا خلاص غانسو، لكن لقينا بيرت في ماتريال كتير شان الدروب والمكان البعيد، ولقينا صعوبات كتير قبلنا الخمام ده، لكن عندنا فوق ديفيرونس دونك ده كله شال لنا وقت فجر وعشية. خدمنا الريسانسي شفنا شنو المكسر، شنو اللي يقدر يمشي، شنو ما يقدر يمشي، واني ان تران دو رانفورسي خمام الاسا ما في ده، وبدينا بسبع بروفانس خمام الاسا قاعد ده بتوم للسبع بروفانس ده. دونك قلنا من اليوم الديبلويمون خلاص لازم يكون ماشي، الوتائر جاهزين وان شاء الله يوصلوا بالسلامه والخدمه تبدا ان شاء الله. الريفيزيون ده بخص الناس اللي عندهم 18 سنه وزياده، والناس اللي زمان ما قدروا ريسانسي ما فيهم في الليسته ده. دونك نقول للجمهور خليه يمرق عشان يسجل ويشيل كارتته، الزول كان ما عنده كارت ما يقدر يسوي.